كمان. طب عايزين نجيب مريم تيجي تقدم بدالي شويه. تعالي يا مريم. والله ما بهزر. فاكرني بهزر؟ فاكرني بتاع هزار ولا ايه؟ مفيش كلام من ده. اتحطيتي في موقف يا مريم. تعالي يا مريم. القول الفاصل. انت مش بتقدمي برامج؟ يلا بينا. هاتي كمان. تعالي تعالي. ده انتوا اكتشافات عظيمه. دينا يلا بينا. خلي بالك يا سلمى. اتفضلي اتفضلي. اطلعي سلمى ولو سمحتي هتقعدي على مقعد المذيع وانا هقعد على مقعد الفيولين هناك ارجوكي. اتفضلي. لا لا خليه تقعد مكان مذيعه تقعد مكان والله العظيم هتقعدي. انا حلفت. انا مش انا حلفاني ما ينزلش الارض ابدا على رأي عبد الفتاح الاسري. اقعدي. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. اهلا اهلا. اروح اعزف انا كمان جاي. هو انا طبعا لو رحت عزفت مكان مريم انا هبوظ الدنيا يعني ما تعتمدوش عليا. طب اتفضل حضرتك هنا بقى مريم بعد اذنك. ده الميكروفون. شكرا. ارجوكي بقى ايه انت هتبداي تستضيفينا. لا انا مش هستضيف. مش هتستضيفينا انت. هتستضيفي استاذه امال واستاذه نجاة ودكتور تامر وانا عايز اقعد اتفرج. وانا اقعد بقى في وسطكم. اسالي بقى. ما انت اكيد نفسك تساليهم اسئله كتير. وانا هقعد مكان دكتور تامر اهو. بس عايزه تستضيفيني انا ماشي يبقى كرم منك والله. ابدأي. مساء الخير اعزائي المشاهدين. انا مبسوطه قوي ان انا كنت ضيفه النهارده المذيع الاعلامي الكبير استاذ يوسف الحسيني. اديني فرصه ان انا النهارده اكون موجوده معاكم مع اوركسترا نور والامل اللي انا بتشرف ان انا جزء منهم اكيد. حابه بقى ابتدي كده مع مدام امال واسالها سؤال مهم جدا. انا عايز اعرف من حضرتك احلامك ايه للاوركسترا؟ والله انا حلمت كفايه لحد دلوقتي. يعني شايفانا فين بعد كده؟ انا يعني منايا ان الاوركسترا ده يبقى دايما فيه استمراريه ودايما يبقى فيه يعني حاجات جديده ودايما يبقى فيه مواهب جديده موسيقى جديدة وكل حاجة جديدة. يعني يستمر يستمر يستمر. طيب خليني أسأل بقى مدام نجاة المدير التنفيذي للأوركسترا نور والأمل للمعهد كمان. هل حضرتك عندك خطط معينة بدأتي تحطيها علشان الأوركسترا يبتدي يبقى في المكان اللي مدام أمال نفسها إنها تشوفنا عليه؟ اه طبعا. طب كلمينا كده عن يعني على الأقل جزء صغير من الخطط. ما تنسيش يا مريم انت مذيعه خمس دقايق وهترجعي. لا انت مذيعه لحد الاخر. ما لم يعني يعلنوا ان هم محتاجينك عندهم. بس انا مبسوط جدا. انت هايله. كملي الاجابه عند استاذه نجاة. اه طبعا عندي خطه ان الاوركسترا الصغير يبقى زي الاوركسترا الكبير ويبقى يلف العالم برضو كمان ان شاء الله قريب ويعمل حفلات برضو كتير في مصر هنا وفي في نواحي مصر. شكرا جدا لحضرتك والله. يعني ان شاء الله بتكسروا الدنيا. واسال دكتور تامر بعد كده نرجع للاستاذ يوسف بقى. خليني اسال دكتور تامر كمايسترو قول لي كده حاجه اكسكلوسيف هنا للتاسعه في حاجه انت بتحضرها للاوركسترا. لو في حاجه احنا بنلعبها ناويين نخلصها كده قول لنا حاجه اكسكلوسيف. دي حاجه تروح عشان بس حصريا للبرنامج. احنا في عمل صعب بنحضره كلاسيكي اللي هو فليدر ماوس بتاع شتراوس. ده صعب فاحنا يعني بياخد مجهود منا بس احنا قربنا نخلصه وان شاء الله في الحفلات القادمه هنعزفه ان شاء الله. والعمل مشهور جدا يعني. نرجع بقى للاستاذ يوسف. قبل بس ما اديله الميكروفون لازم اساله عن انطباعه بعد ما سمع اوركسترا نور والامل وعن انطباعه من الخطط والحاجات اللي هو سمعها من الناس القائمين على الاوركسترا. اتكلمنا عنها اكتر ونرجع بقى مع حضرتك للميكروفون. شكرا جدا. لا احنا مش هنرجع لحضرتي ولا حاجه. احنا هنفضل معاك يا مريم مش هنقول لك كده لان الاسئله حلوه قوي احلى من اللي انا سالتها اصلا. بص انا عندي ثلاث انطباعات. الانطباع الاول اللي هو من زمان جدا من ساعه ما انا اتعرفت على النور والامل وده كان من زمان وكنت لسه حتى بحكي مع استاذه امال استاذه نجاة ان انا اتعرفت على الاوركسترا من البرنامج بتاع الدكتوره سامحه الخولي الله يرحمها.
وده كان في الثمانينات لو انا فاكر مظبوط يعني. ايوه ثم الانطباع الدائم اللي موجود عندنا كلنا كمشاهدين وجماهير او حتى ناس بتشتغل كمذيعين ان احنا بنشوفكم عارفينكم مبسوطين. الانطباع الرائع بتاع النهارده انه كل واحده فيكم اكتشاف حقيقي واكتشاف رائع وعظيم ومبهر ومشجع جدا ان الواحد يعمل اي حاجه تدعمكم جدا. وطبعا عندي الصدمه الكبرى ودي اللي اتكلمت فيها مع استاذه امال واستاذه نجات على انه ازاي ما بتدخلوش الكونسرفاتوار كدارسات بقى محترفه الى اخره. يعني هنعمل اي حاجه علشان لازم نفضل واقفين جنبكم ومش مسموح لك ترجعي على الكرسي بتاعك غير لو في احتياج رئيسي واصيل، غير كده كملي الحلقه لحد ما تتختم. دي الاوركسترا. طيب ماشي يا مرحبا. انا لازم ممكن اعزف مكانها. تعالي نتمشى سوا، انا هتمشى معاك لحد هناك. يلا بينا، هاتي الميكروفون ده نرجعه لراضي على مهلك علشان احنا هننزل بقى على السلمه دي دلوقتي حالا. يلا بينا يا ستي، وسلمه كمان وخطوه ونص وهنطلع اول سلمه في تاني سلمه في ثالث سلمه وتعود الينا مريم لاوركسترا النور والامل سالمه غانمه. نورتينا نورتينا، اساعدك علشان تقعدي. اتفضلي. ايوه لا لا ما يدفعنا يا اولاد، بس يكون بتاع النور والامل وناخده ونروح. اكسكلوزيف ماشي.